من حمص مع المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي محمد سباعي. محمد مساء الخير، نحن لخصنا في سياق هذا التقرير فيما يتعلق بما حدث والمطار، من عندك من الداخل ماذا حصل تحديدا منذ وقوع الضربة؟ مساء الخير وتحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. مساء. طبعا ضربة عسكرية أمريكية استهدفت مطار الشعيرات العسكري في حمص والمقاتلات الحربية داخل المطار ونقاط تزويد وقود الكروسين في مطار الشعيرات العسكري الذي يعتبر هو أقوى نقطة في المنطقة الوسطى لنظام الأسد التي يعتمد عليها من قصف المدن السورية بالطائرات الحربية. نظام الأسد والصفحات الموالية له في مدينة حمص اعترفت عن وجود خسائر كبيرة جدا، ولكنه لم يحدد تلك الخسائر. مصادر أخرى أفادت أن هنالك عشرات القتلى سقطت وسقط عدد من الجرحى بين العسكريين في داخل المطار وخروج مدرجات المطار عن الخدمة والطائرات الحربية بشكل كامل. طبعا كما تم تدمير مستودعين للأسلحة والصواريخ وتدمير مستودعات الوقود من الكروسين داخل المطار. طبعا الشارع السوري وتحديدا مدينة حمص رحبت بهذه الضربات العسكرية الأمريكية المركزة على أماكن عسكرية مهمة للنظام، واعتبروها طبعا هذه المرة الأولى التي تترجم الأفعال إلى أقوال. طبعا بسبب سبب هذا الترحيب من قبل أبناء الشعب السوري ومدينة حمص هو أن هذا المطار كان الأكثر دموية على الإطلاق في عمر الثورة السورية. هذا المطار شرد الآلاف من المدنيين من مدنهم وأحيائهم وبيوتهم، وقتل الآلاف أيضا من الأبرياء في جميع المناطق المحررة ابتداء من مدينة حمص وحي الوعر والريف الشمالي لحمص وحتى أيضا مدن حماة وإدلب، وكان المسؤول عن ارتكاب مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون في مدينة إدلب. طبعا طائرات الأسد التي كانت تستهدف المنازل الأحياء السكنية كانت لا تستهدف سوى منازل مدنيين سوى أحياء سكنية أو مآوي للنازحين والمدنيين في المناطق المحررة. طيب محمد، رحب الأهالي هناك بهذه الضربة، ولكن هل ممكن أن نصف هذا اليوم؟ كيف بدأ؟ ثالثة أعتقد بتوقيت سوريا 3:40 بدأ صباحا، صف لنا هذا اليوم، كيف بدأه المواطن في حمص؟ كيف بدأت تمت الضربة؟ يعني في الحقيقة اليوم الوحيد الذي لم نشاهد أي تحليق للطائرات الحربية في سماء ريف حمص الشمالي أو مدينة حمص، يعني هذا اليوم الوحيد الذي لم تحلق طائرات مطار الشعيرات فوق سماء مدينة حمص. كان مطار الشعيرات يوميا يقوم باستهداف منازل الأبرياء في ريف حمص الشمالي بعشرات الغارات الجوية من الصواريخ الفراغية والغارات التي تستهدف المنازل السكنية والمدارس بشكل مباشر. يعني اليوم كان يوم هادئ نسبيا في مدينة حمص، لم نشاهد أي طبعا وتيرة القصف أنها تصعدت عدا الأيام السابقة التي كان الطيران الحربي وتحديدا مطار الشعيرات العسكري في مدينة حمص يقوم يوميا باستهداف المنازل السكنية في ريف حمص الشمالي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات متأخرة من الليل. أنا أشكرك جزيلا محمد سباعي المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب من حمص، شكرا لك.